ان ينطلق هذا الشوط وهو خامس الاشواط باديا بالجوله الثانيه في هذا الانطلاق والايذاع، بينما نسير مع المراكز الاولى في هذا الشوط. اعياد تتقدم بالمركز الاول، سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي يتقدم مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هذه وطن تأتي في المركز الثاني لعلي بن سلطان بن راشد العويسي، تتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت له في هذه اللحظات ريمة لحمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله المنصوري، تتقدم على المركز الثالث وغيرت على المركز الثاني، بينما المركز الرابع قادمة في هذه اللحظات. أفعال تاتي، أفعال محمد بن ناصر بن مبارك بن عية الشامسي يقدم أفعال في هذا المسار وهذا اللقاء على المركز الرابع. أما المركز الخامس تحركت في هذه اللحظات انتصار، تحركت انتصار سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي تاتي في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت مشاهدين العزاء محمد بن عبيد بن راشد المهيري تتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن شوف اللي تحركت واللي وصلت مواري لصالح بن خلفان بن حميد الصوافي تتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع تاسع المراكز في هذه اللحظات من حاف لمحمد بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز العاشر في هذه اللحظة هذه وصل سالم بن عبد الله النعيمي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. نعود إلى المراكز الأولى بعد إكمال النداء للعشرة المراكز الأولى، عودة في شاشة دبي ريسنج، عودة في هذا النقل الحي والمباشر إلى الكادر العلوي اللي تتصدر المجموعة من البداية وتقود أعياد هذا الشوط. أعياد البلاد تسيطر على مقدمة الشوط وتقود الإذاع لبكار المحليات الأصايل في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. يقدم لنا أعياد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي يأتي بأعياد، بينما بن عية على المركز الثاني ولكنها اللي اختفت المركز الثاني هذا بن عاضد وصل محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة بن عاضد المهيري اللي تتقدم اللي يقدم القصوى اللي وصلت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أفعال في المركز الثالث محمد بن ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي على المركز الثالث. المركز الرابع هذه الوطن لعلي بن سلطان بن راشد العويسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع. أما المركز الخامس فتقدم من انتصار في المركز الخامس، وسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي تاتي في هذه اللحظات، بينما قدوم مواري صالح بن خلفان بن حميد الصوافي يتقدم في هذه اللحظات، بينما من الجانب الآخر اللي تدخلت أمجاد أجود بن عايض بن محمد الكربي يتقدم في هذه اللحظات في هذا المسار. الله الله الله، الإذاع عودة إلى المراكز الأولى في سن الإذاع في سن الإبداع، هنا مع انحناء الميدان مع زاوية الاتجاه مع الالتفاف الأخير في هذا المسار في هذا الانطلاق الجميل هنا في ميدان المرموم. شوف الرقص على المراكز الأولى، لا زالت من البداية مسيطرة أعياد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي تتقدم، ولكن ينخطف في هذه اللحظات القصوى تتقدم محمد بن عبيد بن راشد
بن عاضد المهيري، راح بن عاضد إلى الناموس، وصل بن عية محمد بن ناصر بن مبارك بن عية الشامسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. تقاربت الإذاعة، وصلت الأسماء، وصلت كل الأسماء من الخلف تأتي إلى المراكز الأولى لتنافس هذا الشوط لانتزاع الناموس. أمر مشروع لكل المشاركين. لا زالت اللي في المركز الأول مسيطرة على المقدمة. هذه القصوى محمد بن عبيد بن عاضد المهيري على المقدمة وهي تقود الإذاع، وتتقدمهن بن عية على المركز الثاني، يتقدم محمد بن ناصر بن مبارك بن عية على ثاني المراكز. والمركز الثالث أشوف الوصول الوطن لعلي بن سلطان بن راشد العويسي على المركز الثالث. يا سلام يلا الأوامر، اللحظات الأخيرة، 800 متر الأخير، وهالي زاخر مسيطرين. غيرت مشاهدين الأعزاء أفعال ما شاء الله، أفعال انطلقت. راح بن عية مع أفعال انطلقت بالمركز الأول. أهالي زاخر في العين يتابعون، يرغبون في السلامات. انفردت بالمركز الأول، انطلقت بالمقدمة. يا سلام أشكرك يا بن عية، أشكرك على ما تقدمه أفعال بالمركز الأول بانطلاقة. يا سلام هذه مشاركاتها فعالة دائما، انطلاقتها في العيدية هناك شاركت مشاركة جميلة، وهذه تعود في هذا اليوم بالإنجازات بالتحديات بالانطلاقات. أفعال محمد بن ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي يعلن الفوز والناموس مع أفعال. تهانينا وسلام لهالي، سلام لهالي زاخر، سلام على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وطن لعلي بن سلطان بن راشد العويسي، والمركز الثالث انتصار لسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، والمركز الرابع اللي هي القصوى لمحمد بن عبيد بن عاضد المهيري، والخامسة المركز الخامس مواري لصالح بن خلفان بن حميد الصوافي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. عودة إلى بن عية التي انطلقت بالناموس والفوز في 7:43 وأربع أجزاء من الثانية قدمت أفعال، ومحمد بن ناصر بن مبارك بن عية الشامسي. تهانينا والناموس وسلام لأهالي زاخر، سلام صباحي جميل بهذا الأداء. المركز الثاني توقيتها الزمني 7:46 وسبع أجزاء من الثانية اللي هي الوطن لعلي بن سلطان بن راشد العويسي، أتت في المركز الثاني. المركز الثالث 7:48 بالوفاء والتمام اللي حلت في المركز الثالث اللي هي انتصار لسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، أتت في المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة. تهانينا ونام.